فوزير رمضان هي جزء من الطقوس اللي اتعلق بيها المصريين في الشهر الكريم زي ما قلنا لحضراتكم من شويه، وكمان اتعلق بيها النجوم اللي كانوا بيقدموا الفوازير دي، منهم طبعا ملكه الفوازير الجميله شريهان اللي ليها في قلوب جمهورها مكانه خاصه جدا. هي ملكه متوجه على عرش الفوازير، فنانة شاملة لها في قلوب الجماهير مكانة خاصة جعلتها أسطورة فنية لن تتكرر، هي الفنانة شريهان. بعد الفطار والذي منه، بعد الفطار يحلى الكلام ويرق فنه، بعد الفطار. أسعدت شريهان الملايين واستطاعت تحويل الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلى سنوات مليئة بسحر ألف ليلة وليلة والفوازير، فقدمت عروسة البحور وفاطمة وحليمة وكريمة وحاجات ومحتاجات وغيرها من الأعمال. كانت البداية مع فوازير ألف ليلة وليلة عروس البحور عام 1985 مع المخرج فهمي عبد الحميد وتأليف طاهر أبو فاشا وعبد السلام أمين، والذي ضم عدداً من كبار النجوم. في العام التالي 1986 قدمت شريهان الجزء الثاني من فوازير ألف ليلة وليلة بعنوان ورد شان وماندو، وتعاونت فيه مع نفس فريق عمل الجزء الأول الذي كان قد حقق نجاحاً كبيراً وارتبط به الجمهور في شهر رمضان المبارك. يا غزال ماشية عالبحر غية، يا عيون بنت الأنفوشي يلي بحسنك ما شافوشي، وعلى عاشق ما خافوشي ووقع ما سموا عليا. في عام 1987 قدمت الفنانة شريهان فوازير حول العالم الشهيرة، والتي كانت في كل حلقة منها تستعرض معالم وثقافة إحدى الدول حول العالم، وعلى الجمهور معرفة الحل. في عام 1993 كانت المرة الأخيرة التي قدمت فيها شريهان الفوازير بالتعاون مع الشاعر الكبير سيد حجاب والمخرج جمال عبد الحميد، على أمل العودة لاستكمال مشوار فني امتد لسنوات عديدة كانت شريهان دوماً من خلاله سفيرة السعادة.